السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار خطيرة جدا بتخرج من البحر الأحمر. اختطاف سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي يسمى رامي أونجر. اختطفت السفينة على يد الحوثيين. تفاصيل كتير جدا حول السفينة التي عبرت قناة السويس يوم 15 نوفمبر الماضي مرورا بمراكز ومحافظات القناة الثلاث. الحقيقة هناك معلومات خطيرة جدا عن هذه السفينة. وفقا لموقع فيسل فايندر، الموقع المتخصص في يعني تراكن او تتبع السفن. ولكن قبل ما اقول لك المعلومات الخاصه بعمليه اختطاف السفينه، خليني اقول لحضرتك انه العمل ده ايه اهميته؟ ايه اهميه انه يتم اختطاف سفينه متجهه او تابعه لاسرائيل؟ الموضوع هنا ان احنا امام نوعين من السفن، اما انها سفن تجاريه فيها شراكة لملاك إسرائيليين، رجال أعمال إسرائيليين بيمتلكوا السفن كليا أو حتى جزئيا. هذه السفن بتشتغل في عملية الحاويات، عمليات نقل السيارات ونقل البضائع حول العالم، ودي بتعتبر أحد يعني مكاسب بعض رجال الأعمال الإسرائيليين. النوع الثاني من السفن هو سفن الديستنيشن أو وجهة السفر بتاعتها متجهة نحو إيلات. يبقى احنا بنقسم الموضوع لحاجتين عشان نكون فاهمين هذه الصورة. لكن قبل برضو ما اقول لحضرتك الفكرة، ايه اهمية هذا العمل؟ العمل ده على المستوى المعنوي مفيش افضل منه واقوى منه لجبهات المقاومة في قطاع غزة. وعلى المستوى المادي على الارض وعلى المستوى التفاوضي بالاساس بيقوي جبهة الفصائل الفلسطينية لما تتحدث عن مفاوضات صفقات تبادل الاسرى. اسرائيل لما بتحاول تعزز موقفها وتفرض او تفرض شروطها وتملي املاءاتها بتضغط اكتر على الارض وتحاول احتلال احياء، مزيد من الاحياء في مدينة غزة، بحيث ان موقفها التفاوضي يكون اقوى ويكون افضل. كمان بتستهدف مزيد من المدنيين اللي ملهمش علاقة بعمليات القتال على الارض عشان تمثل ضغط اكبر على المقاومة. المواطن بتاعه بيضحى به او بيكون له يعني نصيب من القضاء عليه، وبالتالي ده برضو بيمثل ورق الضغط. طبعا هي حسب ما تعتقد اسرائيل، وبالتالي في الجهة المقابلة هناك خسائر اسرائيلية فادحة النهاردة بتتكبدها اسرائيل. ليك مثال في ده ميناء ايلات الاسرائيلي. الميناء ده تقريبا معطل النهاردة، لا يعمل على الاطلاق. تخيل حضرتك انه واردات اسرائيل من النفط بتتكلم في 220 الف برميل من النفط يوميا. 60% من واردات اسرائيل من النفط بتيجي من اذربيجان ومن اوزبكستان، والواردات دي معظمها بل كلها تقريبا متجه لمواني حيفا وعسقلان، ولا يقوم ميناء ايلات بانه بيستقبل اي نوع من واردات النفط من سنة 2020. ما بالك النهاردة ميناء ايلات معطل تماما عن العمل. ده بيمثل خسائر اقتصادية فادحة لاسرائيل. ناهيك عن المسيرات اللي بتتجه كل شوية نحو الجنوب. ناهيك ايضا عن تعطل حركة السياحة في جنوب اسرائيل. النهاردة بيجي الحوثيين يزيدوا من تعقيد الامور ويعطلوا ميناء ايلات اكثر واكثر، وبالتالي بقول لحضرتك ده دعم معنوي في موقف المقاومة في المفاوضات، لانها بتقول كده انها مش لوحدها، هناك جبهات مختلفة وبتعمل بتنسيق. وزي ما قال وزير الخارجية الايراني في تصريح خلال الايام الماضية انه لازال عند الجهات والجبهات المتحالفة مع ايران المزيد لم تقدمه بعد. وخلي بالك انه بداية تقديم اول مرة يحصل حادث زي ده من 7 اكتوبر الماضي. هل حذرت جماعة انصار الله الحوثي من هذا العمل؟ بالطبع حذرت جماعة انصار الله الحوثي من هذا العمل. المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع قال ان جميع السفن اللي بتمتلكها او بتديرها شركات اسرائيلية او ترفع العلم الاسرائيلي هي سفن مستهدفة. وقالوا كمان محدش يعدي من البحر الاحمر، ونصحوا هذه السفن والدول اللي بتشترك مع ملاك هذه السفن ان هم يسحبوا طواقم العاملة، الناس اللي شغالة على السفن واللي مش من جنسية اسرائيلية، انها تسحب نفسها من هذه السفن عشان بتعرض حياة مواطنيها وطواقمها للخطر. وده اللي حصل النهاردة، لانه الطاقم اللي كان موجود على السفينة اللي هي جالاكسي ليدر واللي بيمتلكها رامي أونجر رجل الاعمال الاسرائيلي، هذا الطاقم لم يكن طاقم اسرائيلي بل كان طاقم من دول اخرى. خد بالك انه نشرت بعض المواقع قبل لحظات من نزول حضرتك بالفيديو انه هناك سفن تراجعت وسحبت نفسها
وعدلت مساراتها واتجهت إلى مسارات أخرى واستجابت لنداء الحوثيين بعدم العبور من البحر الأحمر. بنتحدث عن سفن بيشترك فيها رجال أعمال إسرائيليين أو ملاك عبريين أو صهاينة. بكلم حضرتك على سفينة جالاكسي ليدر. السفينة دي المفروض أنها عبرت قناة السويس يوم 15 نوفمبر الماضي. ولما أجي لحضرتك على بيانات السفينة، السفينة غادرت من ميناء اسمه كورفز في تركيا يوم 11 نوفمبر أو 12 نوفمبر، وصلته يوم 11 وغادرته يوم 12. في ميناء بورسعيد وصلت السفينة أو قبالة بورسعيد وصلت يوم 15 نوفمبر الساعة 3:30، غادرت يوم 15 نوفمبر الساعة 8:48 دقيقة، وبعدين وصلت البحيرات في قناة السويس يوم 16 نوفمبر الساعة 3:30، وغادرت الساعة 6 مساء. وبعدين موقع فيسل فايندر كان آخر تتبع لي للسفينة كان على مدار آخر 30 ساعة أو 29 ساعة، لم يرصد بعد موقع السفينة. السفينة كانت حاملة للسيارات وبترفع علم بنما وبتمشي بسرعة 12 أو 17.5 عقدة، وده الموقع اللي رصد فيه آخر موقع مرصود للسفينة. خلي بالك هناك رد فعل المفروض يحصل، وهناك أيضا تأثير على مجرى قناة السويس المصرية، ولكن التأثير هنا قبل أن تلوم من قام بهذا الفعل، لوم من كان صاحب الفعل الأول. يعني الفعل ده هو رد فعل، والناس دي قالت احنا هنعمل هذا الفعل لأنه هناك أشياء تفعل مع الأشقاء في فلسطين المحتلة، ولا يتم الاستجابة ولا يتم إيقاف ما يتم اقترافه بحق هؤلاء المواطنين، وبالتالي محدش يلومنا، احنا هنقوم بهذا الفعل. وبالفعل قاموا بعملية اختطاف السفينة. رد الفعل المتوقع ان الولايات المتحدة الأمريكية تحاول انها تتدخل، تحاول انها تتدخل في عمليات تأمين البحر الأحمر وأيضا مضيق باب المندب، ولكن ده في المقابل بيضغط أكثر على الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنه المواطن والناخب الأمريكي بينظر للولايات المتحدة الأمريكية مش في الداخل فقط. الناخب الأمريكي ناخب يعتبر ذكي شوية، بيفكر ويقارن بين الرؤساء والزعماء، يعني عنده رئيس بيشوف إزاي يتعامل مع مشاكل العالم الخارجي، هل قدر يحل المشاكل دي سواء بشكل سلمي أو بشكل فيه عنف، ولا ما قدرش يحل الأمر. لغاية الوقت الرئيس الأمريكي جو بايدن فاشل في عملية حل المشكلة الحالية. كل اللي بيعمله هو بيدعم إسرائيل، ولكن دعم لا يؤدي إلى حل. كل اللي بيقدر يعمله إنه إسرائيل بتنتقم في المواطن الفلسطيني اللي مش بيحمل سلاح، لأنه عمليات المقاومة وأشرطة البث اللي بتبث، وأنا بكلمك هذه الأشرطة بتثبت إن هناك حصيلة للقتلى في جيش الاحتلال أكتر بكتير من المعلن عنها. يعني لو قلنا هم 63 أو 62 النهاردة بتتكلم فيما تخطى 100، ولكن بيعلن عن جزء من الضحايا. الرئيس الأمريكي جو بايدن ظل يماطل ليعطي إسرائيل المزيد من الوقت لكسب مساحات على الأرض أو للفوز في المعركة، لكن النهاردة إسرائيل لم تفز بعد ولم تحقق الأهداف اللي كانت بتصبو إليها رغم تغيير الخطة والاتجاه غربا، ولكن لازالت لم تحتل على الأقل كل مدينة غزة. كل اللي احتلته هي بعض المناطق الغربية وفقط. خلينا لحضرتك انه اسرائيل ادانت عملية اختطاف السفينة، وفي الاول استنكروا ان السفينة تكون تابعة لهم بالاساس، ولكن رجعوا تاني حاولوا يخلوا الناراتيف او الرواية تكون جاذبة او تكون داعمة لهم، فقالوا كده ان اختطاف السفينة من قبل الحوثيين جنوب البحر الاحمر حدث خطير للغاية عالميا، فبيحاول هنا ان يخلي الموضوع على الصعيد الدولي يكسب تعاطف ويجعل الامر اكثر تدويلا. وده كلام دانيال هجاري المتحدث باسم وزارة الدفاع او جيش الدفاع. السؤال المطروح واللي لازم نسأله، هل السفينة واختطافها يؤثر على مجرى قناة السويس ولا لا؟ الاجابة طبعا يؤثر، لان السفينة مرت بقناة السويس، ولانه بالطبع قناة السويس هي البحر الاحمر، مرور باب المندب والاتجاه للشمال اكيد لازم يعدي من قناة السويس، وبالتالي امامك حل من اتنين، يا اما تفك الشراكة مع الكيانات الصهيونية او رجال الاعمال الاسرائيليين الملاك لهذه السفن وتكمل عادي في طريقك نحو قناة السويس، او تظل الشراكة معهم كشركات عالمية سواء بترفع علم بنما او علم اخر او شركات شحن اخرى، وتتجه عبر مسارات اخرى. الاتجاه عبر مسارات اخرى هيمثل خسارة لهذه الشركات، ولكن هيحافظ بالنسبة له على الشراكة،
ولكن في المقابل هيكون ورقة الضغط عليه أكبر وأكبر. أما لو انسحب من الشراكة وكمل كشركة عالمية بدون الشريك الإسرائيلي، فهو مكمل معاك في قناة السويس. الموضوع مش متوقف فقط على اختطاف سفينة، الموضوع متعلق بأمن مجرى ملاحي، يعني شركات عالمية بتمشي من مسار بتعبر فيه قبالة اليمن، وبتعبر فيه طبعا من قناة السويس، فالعبور ده بيمثل سمعة لهذا المسار. المسار ده آمن ولا لا؟ التوترات الجيوسياسية اللي في المنطقة بتجعل هذا المسار أقل أمنا من مسارات أخرى ربما تكون أطول، وهنا التأثير مباشر عليك بسبب اللي عملته إسرائيل. قبل أن نتحدث عما فعله الحوثيون، لأنه بالأخير دول رد فعل، محاولة تضامن ودعم لقضية أكيد كلنا لازم نكون متضامنين معها، أو على الأقل نكون داعمين لها بأي شكل من الأشكال نستطيع أن احنا نفعله. ربنا يحفظ مصر ويحفظ جميع الشعوب العربية. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.